يا مسا الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج سفرة رمضان. والله لما بيقول لي المخرج كيو قلوب 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 عن جد عندي هيك بتطلع كثير. بحب اني اطلع عليكم كل يوم، بحب كل يوم اطلع لعندكم واقول لكم على اكلات ان شاء الله يا رب الافكار اللي كون عم اعطيكم اياها كل يوم هيك عم بتفيدكم. يمكن اكله ما تعجبكم بس ممكن مع الاتصالات اللي عم تجينا كل شوي نذكركم بشي اكله ثانيه. طبعا طول ما انا قاعده عم اطبخ في تحت حيطلع معكم باسفل الشاشه رقم فيكم تتصلوا وتسالوني اي شيء بدكم اياه. اليوم رح نروح نعمل اكله انا شخصيا كنت انا وصغيره ما اقدر اشوفها، يعني متى ما عرفت انه هي كنت افتح البراد اكل لبنه وجبنه واي شيء مستحيل اكلها. انقلبت الامور انا بعد ما كبرت، اذا كل يوم تنعمل عندي الانجينار بالبيت انا باكلها كل يوم صدقا، يعني بكل انواع سلطه الانجينار، انجينار بالصينيه، انجينار مثل اليخنه، اي نوع. انا احيانا ماما لما بتقعد بتفور عليها للانجينار وهي عم تفور عليها بقطعها هيك ترنشات بحط لها حمض وثوم وباكل. اللهم اني صايمه. هلا هون اول وجنبها قررت اعمل لكم تبوله بيضه. هلا هون مثل ما انتم شايفين العيارات اللي حنطبق انا وياكم. تبوله البيضه انا متى ما قلت بيضه معناتها العنصر الاساسي فيها ابيض اللي هو ملفوف الابيض، والجنب منها طبعا للانجينار رح نعمل جنب منها رز. بالنسبه للانجينار فوائده كثير منيحه للكبد، جدا جدا لازم يعني بالسنه ناكله من 4 لـ5 مرات. بس انتم فوتوا اعملوا على جوجل سيرش على فوائد الانجينار صدقوني رح تصيروا تسلقوه مع حمض وثوم. انا شخصيا اذا كنت مشتهيه فرضا الكمه الفطر هدول الاكلات اللي انا كثير بعشقهم، البديل الوحيد واللي فعلا بعشقه هو الانجينار. رح نساوي بطريقه لذيذه ومهضومه. قبل في طبعا هي طريقه للانجينار هلا حقلكم عليها بطريقه ثانيه، يمكن في ناس ما بتحبها بحمض وثوم. حاعطيكم طول ما انا عم بشتغل يعني من 4 لـ5 طرق فينا نعمل فيها الانجينار. خلينا اول شيء ورجيكم هون الانجينار انا عندي بس فورت عليه وقليته تقلايه خفيفه، مثل يعني بتكون تقولوا مثل ما بتقلوا البطاطا بتسقطوها وبتشيلوها. حنحتاج هيدا البيركس حنقيمه ونحطهم ونصفهم هون، وهيك حنحط هي هون خليها هي هيك أزبط. طيب هلا انا رح بلش قرص اللحمه ونبلش نحطها بالفرن. بس حشعل بلش اشعل الفرن هون عندي، طبعا حراره الفرن هون عندي بدها تكون عاليه شوي لانه يعني هي اوريدي عندي مستويه بس بدها شوي لحتى تستوي. هو دائما الفرن اللي بيكون فيه بيقولوا تبعوني الامان عشان الاطفال شوي بدهم وقت لحتى يشعلوا له، هيك بياخذ معنا وقت. اشتغل معي هلا رح قيمه قوي للاخير مشان عندي تستوي الاكله تمام. بالنسبه للانجينار طبعا تفريزه نحن وقت لما بنجيبه بنفور عليه بمي وملح وشوي عصره ليمون او حمض ليمون، ليش؟ مشان يضل عندي اشقر لما فرزه بالفريزر. هلا هون اشتغل عندي الفرن رح قيمه مسكر، وهون رزاتي بلشوا يغلوا رح قيمه ضعف تحتهم هون مثل ما انتم شفتوا بلشوا يتهدوا عندي الرز. الرز هون حطيت معلقه من السمنه شوي من الزيت النباتي، حطيت بارك كنا قاعدين عم نحكي ورجع كمان هيك قعدنا اجتمعنا هون ورجيتهم الرز. صدقا لما بتتبعوا الطريقه اللي بقول لكم عليها لما بتخلطوا نوعين من الرز كانكم طابخين رز طويل. خلطت 2 من الرز مع ملح وصارت عندي جاهزه. هلا حبلش قرص اللحمه ومعنا اول اتصال. الو حنين، رمضان كريم يا حنين. بارك علينا عليك يا رب. اهلا وسهلا يا حنين. شو عامله اليوم بفطور؟ والله بتساوي كوسامحي بيسالك عليها. شو هي؟ كوسامحي. ان شاء الله الف صحة وهنا. ما عرفت تسمعيني من التليفون عشان ما يعطي صدى؟ اي تمام. يلا. بدك تساليني عليها للكوسامحشي؟ ايه. من عيوني تكرم عينك. هلا انا هون عندي هي الكميه كافيه بس برشه نفس لحمه الكباب، بس هاي الزبديه ما رح تكفيني رح اجيب عندي بيركسه وبلش اعركها. مثل ما انتم شفتوا ملح وفلفل انا عندي اياها شوي مدهنه رح قيمه دغري قرصها مشان تلحق تستوي معنا بالفرن. بالنسبه للكوسه محشي بتحفري الكوسه طبعا حفره انه مو رقيقه لانه انا هون ما عم بعمل شيخ المحشي. بالنسبه للتتبيله كاستين رز بحط له ملح فلفل، ناس بتحط كمون حب وناس بتحبه ناعم انا بحبه ناعم. انا بحب مع اللحمه شايفتيها هي اللحمه مع الدهنه لحمه ودهنه وزيت نباتي هذا كل شيء بحطه ما بحط سمنه انا بقلبها. المهم تكون بقلبها دهنه انا عم بعطيك على اصولها. 2 توم بحطهم مع اللحمه بتعطي طعمه كثير طيبه للحمه. بحطهم معها وبفرك فوق شوي من العصفور وبتركها تتبل شوي بعدين ببلش احشيها تقريبا زي الكوساي هيك. يعني انا يعني هي بدها تصير عندك مثل العاده، كل حدا عنا بيعملها بطريقه معينه. ممكن انت تقيمي تحطيها لحتى ممكن نصها
بس هي بتجي حسب انتي. انا بشتغل عليها على الوزن، متى ما شفت انه خلص يعني هيك اكتفيت وتركت مسافه انا عندي او حجم لحتى انها تاخذ استوى، هون انا بوقف. بكون غاليه المي البندوره، بسقطهم فوق الكوسه اللي انا صاففتهم تحت. هي الطريقه بلاقيها انسب، ما انا سقط الكوسه فوق المراه، وان شاء الله الف صحه وهنا طبعا. واخر شيء بتحطي ثوم ونعنع على الوش. هلا لحقيه وقرص شوي من اللحمه ونصير نحطهم على الانجينار بهذا الشكل. ومعنا اتصال. الو، الو، مرحبا. اهلا يا هيفرون، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. انت اتصلتي امبارح صح؟ صح، اتصلت اخر الحلقه. شفتي انه ذاكرت صح؟ صايمه بس ذاكرتي قويه. خلي لي اياك. اهلا وسهلا يا هيفرون. خلي لي اياك. اذا جاتك سيف بدي طريقه الفوتوتشيني. طريقه شو؟ الفوتوتشيني. فوتوتشيني بتعطيني طريقه الجاتو اللي بتعملي؟ فكرة معينك من عيوني. هيفرون عن جد انا بعرفها من السوشيال ميديا، من اشطر البنات اللي بيعملوا كيكات، كثير شطوره. خلص تكرم عينك انت. انا اليوم ببعث لك فوتوتشيني، انت بتبعتي لي قالب كيك. هلا بالنسبه للفوتوتشيني، طبعا اصولها بالكريمه الفريش. بطنجره بحط زبده فطر، بقليهم مع بعضهم كثير منيح. بصله، بس اول شيء بصله، زبده، بصله كثير ناعمه مبروشه مثل هي تقريبا، بقيمه وبحطها معهم. بقلي معهم فطر فريش او فطر علب مثل ما انت بتحبي، رشه طحين كثير خفيفه يعني يا دوب هيك تشبك معه شوي. بحط فوق منها كوب من مرق الدجاج ومعلقه، يعني اذا مثلا كوب من مرق الدجاج عندك يا اوكي، ما عندك ما مشكله، فيك تحطي واحد من مكعب مرق الدجاج مع المي. وبتقيمي متى ما بتبلش عندك يتسبك بتضيفي هون الكريمه الفريش، بتكوني سالقه المعكرونه ومقلي قطع دجاج على الوش، يعني قطع دجاج بس ملح وفلفل على الجريل. بتقيمي وبتحطيهم معاها وبتحطي الباستا وبتغليهم هيك غلوه خفيفه، وان شاء الله الف صحه وهنا. طبعا فيك تزينيهم باي نوع من الاعشاب الايطاليه، كمان بتعطي طعمه كثير طيبه. معنا اتصال ثاني. الو، الو يا رهف. مرحبا. اهلا اهلا يا رهف. كنت احكي شغلي قامت دقيتي، قولي لي شو سؤالك يا رهف. سؤالي عن الكبه المشويه. الكبه المقليه تكرم عنك عياراتها. الكبة المقلية، بس معلش تضعفي صوت التلفزيون مشان انا اسمعك وانت تسمعيني. نعم. ما بدك تضعفي صوت بس شوي؟ ما عم بسمع والله. انا ما عم بسمع، اذا الكنترول سمعانينا ضعفي صوت التلفزيون وحاكيني من السماعة. ايه تمام. تمام؟ ايه. قولي لي. ايه بدي طريقة الكبة المشوية. اه هلا طلع صوتك يا رهف. طريقة الكبة المشوية، تكرم عيني. شكرا كثير. يلا. هلا لاحظتوا انا هون حطيت قطعه اللحمه هون، على فكره هي طريقه امي، يعني هي نوع من الاقتصاد. ما طلع عنا انجناراية ما مشكله، بتتاكل طيبه. هلا رح نقيم ونجيب عندي الكفوف ونبلش نحطها بالفيلم، بس قبل طبعا بدي احط النصبه تبعها. شو هي النصبه تبعها؟ بس ملح وفلفل ومي بس. اخر شيء بنحط عليها ليمون وثوم ونرجعها على الفيلم. ما بصير نحط عليها ليمون هلا لحتى تصير عندي قوام منيح. هلا رح نقيم وحط عندي شويه مي. طبعا انتم فيكم تعملوا كذا نوع من الانجينار، انا هاي اكثر نوع بحبه. هاي الكميه كافيه. رح نحط هون عندي رشه ملح مع شويه من الفلفل، واخر شيء بنحط الحمض والثوم. هلا حنفوتها على الفرن لحتى تستوي عندي. نجيب السلوفان. بالنسبة للكبة يا رهف، الكبة المشوية العيارات من برا، كل كيلو لحمة بياخد معي 500 جرام من اللحمة الهبرة. صراحة أنا بستخدم عجل، حتى عنا بالمعهد بستخدم اللحمة العجل لأنه بتشبك أكثر. تمام، هذا الواحد على الصيام ماله حيل. بتشبك معي أكثر، وبتحطي معها، بتجيبي بردقانة بتقشريها وبتحطيها كمان مع المكنة، ملح وفلفل ومردكوش، هاي كحشوة من برا. بتقيمي بتخليها على جنب لحتى ترتاح. طبعا انتي البرغل بتكوني ناقعتيه مفولتيه وناقعتيه شوي لحتى ينفح معك. هاي بالنسبة للعجينة البرانية. بالنسبة للحشوة، شحمة، دهنة مع بعضهم، بخلطهم مع بعضهم، دبس رمان، بقدونس، ملح، فلفل، هدول كلياتهم بتخلطيهم مع بعضهم وبقدونس. وبتقيمي وبتصيري، طبعا انت بتعرفي طريقتها، انا بصراحه بساويها على ايدي. شفتي اذا ما انتبهتيني هذيك المره الصاجيه، نفس طريقه الصاجيه بتساويها. ممكن كمان تصيري تقطعيهم قطعتين وبكعب الصحن مع نايلون، طبعا بتصيري اول قطعه والثانيه
بتقيمي بتحطي اول قطعه بتحطي الحشوه بترجعي بتطبي عليها العجنه الثانيه وبتصيري بهيك بتطبطبيها وبتحاولي بزبديه صغيره مي ونشا بس مشان ما تفتح معك من الاطراف وبتحطيها على المنقل. هي الطريقه بدها منقل حصرا. خلينا نروح على الفرن نحط الصينيه بالفرن وان شاء الله ما تاخذ معنا كثير وقت لانه قلت لكم انه هي اوريدي مستوي. بسم الله. هلا حنبلش نطبق انا وياكم السلطه ومعانا اتصال. مرحبا. اهلا يا امل. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. الله يسلمك يا رب. بدي طريقه عجينه خليه النحل. تكرم عينك. هاي العجينه القطنيه يعني بتمنى من كل حدا عم يسالني بس يكون محضر ورقه وقلم مشان احاول قد ما فيني الكون عليهم بس مشان تلحقوا يعني حكون شوي بطيئه. بالنسبه للعجينه القطنيه 4 كاسات من ال الطحين بياخذوا انا حصرا حليب بودره حصرا حليب بودره بتعطي طعمه كثير طيبه. بحط معه معلقه صغيره بيكنج باودر معلقه صغيره خميره الاثنين مع بعضهم يعني انا ما بدي استغني وانا على اي واحد فيهم معلقه صغيره من الملح معلقه صغيره من السكر ونص كوب من الزيت النباتي. الحال المي بضيفها بقى متى ما حسيت عجنت بعجنها لانه انا في عندي فرق يعني انا احيانا عندي طحين بمد تمام من اول لما بحط له مي بيشبك معي. نوعية الطحين دائما تفرق بالمي دائما خلي المي للأخير يعني هي نصيحة لكل حدا بيحب يعمل عجينة وبتخمريها أقل شيء ساعتين ثلاثة وبعدين بتبلشي تشتغلي فيها بتقيمي وبتحاولي تعمليها مثل يعني راس وبتحشيها جبنة أي نوع أنت بدك إياه جبنة بقدونس مع بيض ملح وبيحطوا لها بابريكا بيحطوا لها سمسم وحبة البركة بتحطيهم بقلبها بتصيري بتسكريها مثل الطابات وبتحاولي تكتري سمنة تحت بالصينية من تحت وعلى الوش صفار البيض مع شوي من السمسم والحبة البركة وإن شاء الله ألف صحة. وهنا هون عندي كنت عم أحكي على التبولة البيضاء. هلا هون التبولة البيضاء قلت لكم قبل شوي اسمها تبولة بيضاء لأنه هي بس فيها أبيض. هلا أنا مرة بزمناته قلت لهم تبولة بيضاء ورحت هيك كان زايد عندي شوي ملفوفة حمراء يعني هي السنة الماضية واحد بصير معه خبرة بس الضحك يعني وقتها كان عم يتابعني الشيف وسيم إنه زايد عندي ملفوفة حمراء أمتى وحطيتها بدق لي تليفون بس أرجع قال لي شيف شو خطر ببالك تحطي لي الملفوفة الحمراء آخر شيء. قلت له شيف زايدة عندي تحت. قال شو زايدة عندك بالبراد بالبيت؟ هي اسمها تبولة بيضة اسمها بيضة يعني لازم تضل بيضة. ومن وقتها أبدا مستحيل خربت فيها ودائما هيك بحط لها بس ملفوف مع بندورة. هون حضيف عندي شوي من الرمان حخلي شوي عندي لحتى حطهم على الوش. هلأ هون حبلش أقطع أنا عندي النعنع. طبعا أنا النعنع ما قطعته كرمال إلا ما يسود معي. هلا بس هون بدنا نشوف الرزات ونقلبهم لانه بلشوا عندي يتهدوا. الو معنا اتصال. مرحبا شام. اهلا يا شام. كيفك؟ والله مشتاق. انت كيفك يا شام؟ الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. بحبك كثير. وانا كمان بحبك. على طول بتابعك. حبيبه قلبي خلي لي اياك يا رب. ذكرياتك بدي اسالك على شيش برك. شيش برك ايه تكرم عينك. هلا رزاتي ها بلشوا يستووا. بالنسبة للششبرك بالنسبة للعجينة طحين ملح بس ونقطتين زيت ومي. العجينة الششبرك ما بتحتاج ولا أي نوع لا من الخميرة ولا من البيكنج باودر لأنه أوردي ما بدي إياها تنفش معي وأنا عم أطبخها. بقى أنا بدي إياها تكون ماسكة وإذا تكون ماسكة بحط معها شو اسمه حاولوا. أنا بصراحة جربتها كنت قبل أسمعها إنه يشوها شوي بس نحن عنا بالمعهد بعدين تعلمنا إنه بس ولو نعطيها تحميرة خفيفة. لما أنت عم تحمريها شوي بالفرن للششبرك بعد ما تشتغلي عليها ما بقى بتنفش معك باللبن يعني حتى شكله هيك بضل صغير هيك منمنم ما احلى. ايه طريقه كثير ظريفه وسهله. وبالنسبه للبن كل كيلو لبن بياخذ معي معلقتين نشا مع بيضه بتحركيهم على البارد بتحطيهم على الغاز بتسقطي فوق الششبرك وفي ناس بتطش عليهم على الوش كزبره وثوم مع يعني مع سمنه. ان شاء الله الف صحه وهنا. معنا اتصال ساره. اهلا مرحبا. اهلا يا ساره. رمضان مبارك. رمضان مبارك علينا جميعا. بدي اسالك على وصفة شوربة الفطر. شوربة الفطر؟ نعم. تكرم عينك. كريمة الفطر ولا شوربة الفطر العادية؟ هلا بالنسبة لشوربة كريمة الفطر غير شوربة الفطر. كريمة الفطر يعني أنا بس بحتاج بقلبها الكريمة الفريش هي اللي بتفرق عنه. في ناس كثير عندهم مفهوم يعني مثل ما بيقولوا غلط عن شوربة الفطر بيجوا بيعملوا لها زبدة وطحين بيقلوهم مع بعضهم هذا اسمه صوص بشاميل. هذا اسمه صوص بشاميل ما اسمه صوص كريمة الفطر. كريمة الفطر لازم نقلي بصلة مثل هي مبروشة ناعمة مع الزبدة طبعا وبضيف عليها فطر بقطعته كتير ناعم وإذا كان فريش بيعطي طعمه كتير طيبة أطيب أنكه.
بحط له رشة ملح مع رشة فلفل وبقليهم لحتى مع شوي يعني شيء لا يسكر من الطحين، يعني يا دوب هيك رشة كتير خفيفة، يعني ولا بيطلعوا معلقة صغيرة. بعدين بضيف عليهم الكريمة الفريش، حسيت اني انا كثير بدي اتضايق اني الكريمة فريش، ممكن احط واحد من مكعب مرق الدجاج مع مي وبعدين الكريمة الفريش. في ناس بتحب تحطها على الخلاط وفي ناس لا، انا بحب احطها على الخلاط، طعمة الفطر بقلبها بتطلع اطيب. هلا هي هيك تمام، رح نبلش نقطع عندي هون شو كان اسمه، مو جزر، الفجل. ومعنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا يا حسين. زين اهلين يا زين، كيفك؟ اهلا يا زين، اهلا وسهلا. بسألك سؤال، البطاطا المقلية تاعت المطاعم كيف؟ صدقني اذا اخذت الطريقه هلا مني ما بقى بتغيرها. ايه تمام، خليك هيك اذان صاغيه وانا قاعده عم بحكيها انت وكل المستمعين، لانه عن جد البطاطا اللي انا بعملها أيوة. وقت لما بجي بعبيها بالصحن مالي مضطر احط تحت منها محارم، صدقا ولا نقطة زيت على الجاط بتلاقوا. شو بدنا نعمل؟ طبعا بدها هي تكنيك، ها يعني حارجع احكيها هيك ببطء مشان الكل يعني يعرف كيف انا بعملها. هي طبعا. هاي اخذتها من طالب كيمياء، عرفت؟ نحن لما بنقلي البطاطا، البطاطا بتغب اساسا، هي بتغب بالملح. لما نحن عندنا الطنجرة بتكون مالحة بيقولوا لك اول شغلة حطي لها شقفة بطاطا بتسحب الملح. بتخيل اذا ملح بتغب البطاطاي ما بدها تغب زيت، بدها تغب كميه كبيره من الزيت. يعني احنا لما بنجي بنقلي بالمقلايه فجاه هوب بنلاقي لتر الزيت صار 3 ارباع، لانه البطاطا كلها غبته، هذا كله نحن عم نغبه بجسمنا كل ما كان ناذي. انا هي الطريقه بتبعها لبناتي، بس هلا حاليا بصراحه عم بروح على البطاطا الشوي اكثر. قليت البطاطا، بلشت اطلع فيها البطاطا، هي ما لها مستويه بس هي كامشه، يعني هي بلشت 3 ارباع استوى. بهي الحاله بقيمه دغري من المصفايه من المقلايه، بحطها بمصفاية وبضعف الغاز كتير تحت الطنجرة القلي، بتركها لأنه أنا إذا تركته قوي ممكن يحرق الزيت، بضعف عليه على الأخير وبستنى شي 5 دقائق، بنفضهم منيح، بنفضهم للبطاطيات اللي قمتهم هنا عندي أوريدي ما مستويين، وبرجع على المقلاية بقوي الغاز وبرجع بنزلهم فوق منها. أنا لما بجي وبنزلهم فوق منها بهي الطريقة بيكون عندي تقريبا الزيت، انت لحالك رح تشوف هاي المرحله، رح تشوف في، بس بدك تنتبه هون ما بصير بنوتات صغار يعملوها او حدا صغير بالبيت، لانه في فوره من الزيت رح بتصير. شو اللي صار؟ الزيت اللي دخل لقلب البطاطايه لما نزل هو برد ونزل بزيت حامي، الزيت اللي بقلبه هذا كله طلع برا البطاطايه، وهيك صارت عندنا بطاطا تقريبا صحيه وشوي وفرنا بالزيتات، يعني رجعنا اخذناهم ما فاتوا هون، رجعوا الطنجره. ومعانا اتصال مروه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مروه، رمضان مبارك. رمضان مبارك علينا وعليك يا رب. يسلمك. بدي طريقه جيب التاجر. جيب التاجر، ايه تكرم عيني. هلا هون رح نبلش، كانه داهمنا الوقت، عم يقولوا لي ضل معنا 7 دقائق، كانه هلا قلت لكم بونجور مساء الخير. شفتوا؟ هلا بدنا نحاول نبلش نظبط بالسفره عنا عشان ما ياكلنا الوقت، وهيك مثل ما انتم شايفين رح اضيف عندي الفجل ونبلش نتبل. ومعانا اتصال. الو رح اضيف هون انا عندي الليمون والزيت. الو سامر. الو رمضان كريم يا سامر. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. الله يسلمك. اهلين. دخيل عينك، بس بنتي بدها عجينه المعروف اذا في مجال. اي تكرم عينك، اذا معك ورق وقلم رح اقولهم على السريع. هون في عندي رشه من الملح كمان رح اضيفها، وعندي البصل الاخضر هذا نسينا نحطه هون كمان، رح نقيمه ونحطه على السريع. بالنسبه لعجينه المعروك عندي كل كيلو طحين بياخذ 550 جرام من المي، 200 جرام من السكر، 100 جرام من الزبده او الزيت النباتي، 5 جرامات محلب، 5 جرامات محلب، 10 جرامات شمر، لا 10 جرامات محلب و5 جرامات شمر، هذول هنن، و5 جرامات من الملح. بتعركهم منيح وبتضل تقريبا شي ساعتين بتريحها للعجينه، وبعدين بتحشوها شو ما بدكم، بتقرصوها بالطريقه. طبعا انتم اذا ما بتعرفوا الطريقه فيكم تفتحوا على اليوتيوب تشوفوا كيف طريقه تقريصها باي شكل، ان كان للتمر او لجوز الهند، وبتعملوها على هذا الاساس. وهيك صارت عندي السلطه جاهزه منيح حركه. نبلش نسكب، شو رايكم؟ اكلاتنا. ومعانا اتصال. طيب هلا هيك رح نبلش نخفف هون عنا الاغراض، هدول ما بقى بدنا اياهم، ونجيب اغراض السكب.
هاي انا خلصت اليوم طبختي ان شاء الله هيك يا رب انتم كمان هيك اليوم تكون هيك سهله طبختكم بتلي. هلا رح نقيم هذا الجات ونبلش نسكب. هاي هي التبوله البيضاء، بتمنى من الكل يجربها، جدا رائعه جدا طيبه. بس اذا انتم بالبيت مثلا حسيتوا في شيء زايد ما مشكله حطوا معه، بس على الهواء ما بصير نعمل اسمها تبوله بيضاء. هلا هي هيك خلاص، هي الكميه كافيه. هلا ما بعرف اذا ممكن لسه في عندي شو اسمه استوت الاكله، رح نحاول هلا نفتح عليها هون. رح احط شوي عندي من الزينه، وهنحط شوي من النعناع على الوش، وهيك صار عندي صحن السلطه جاهز وبياخذ العقل. هي صحن التبوله البيضة، هدول ما بقى بدنا اياهم، رح نبلش نسكب الرز. وهي صحن الرز، نطاعد تحته لانه صار عندي مستوي. هي هيك مثل ما شفتوا انا دائما بخلط بين الرز الطويل والرز القصير. يا سلام شوفوا هالرزات، وظهر لازم نروح لوين؟ على الفرن لحتى نجيب اكلتنا. بس مثل ما قلت لكم هي اوريدي انا عندي مستويه. هلا انتم بالبيت مثلا، هلا انا ممكن مثلا احس انه اللحمه لسه بدها استوى، رح ارد ارجعها، بس ما معقول تروحوا ما اكون مقدمت لكم الجات الرئيسي يكون موجود. هنقول بسم الله، طبعا هي بدها شويه استوى شكله. ونسكر باب الفرن. حنشوف اكلتنا لا اليوم، حبحاول بعد هدول الغراض، هدول ما بقى بدنا اياهم. يعني صراحه لسه بدها استوى، بدها يعني نحن بنحاول دائما، بس انتم بتعرفوا نحن دائما هوا ما كثير معنا وقت، حنضطر ارجع على الفرن. بس للاسف وقتنا صار خلاص، وما ضل غير انا ظبط هون اكلاتنا ورجيكم رزاتنا الزراف. ممكن نضيف عليها شوي من الفلفل، طبعا هون كمان رح نضيف عليها ثوم وليمون، ورجعها على الفرن مشان عندي تستوي. بدي اقل شيء تقريبا شيء نص ساعه، رح نضيف عليها كميه من الليمون، وبدها مثل ما قلت. وهون ما ضل غير الكون مثل العاده مني ومن قناه سما ومعهد قلقامش، صياما مقبولا وافطارا شهيا.